الآن ورسميا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد بعد القافي في حفلة ثنيان انتهيا، الرجال أهل المواقف والمروة والحامية، يا سلايم شمار الطالات قادة وطنية، كاسبين المجد من قبل العصور الجاهلية. نظمت القصيدة اللي يشوش وانا ضربة بحفلات نيان هاجس جاب معناها وجمال كرم والجود والطيب والشاه للصيت والمجوب والطيب مبدا ذلالة نيان الفخر عزوة الشجعة رجال حرار فعولها ترهب عداها مقادم بني شمار على العز والسلطان قبيلة لها تاريخ سجل سواياها ومبروك يا يوسف على القافي وعلى الحارة باريك في عرسك هجوسيتي غناها عسى تبطي سنينك وتفرح مدال اسماء يا شبلاشي وخلي على الطيب ممشاها يوسف يا رمز الطيب يا معرب الجدان كسبت المراجل والجزيلات تنصاها ولا تشيخين اشبي ماشي سمتها للطيفان بدي الراعي المعروف والمندى وفاها ابو يوسف اللي وقف تدار في حل ميزان خير للجماعة وكل صعبات حدها واخوانك رجال الوفا احزمك المليان هذا تركي وقفته تنومس يا حياها ويعقوب في يمناك سيف على العدوان يا حيا الرجال اللي ولحد انت عداها وبختامها يسعدكم الوالي الرحمن وايامكم جعل سعد دوم يغشاها نظمت القصيدة اللي يشوش وانا ضربة بحفلات نيانها جسي جاب معناها وجمال كرم والجود والطيب والشاه للصيد والمجوب والطيب مبدا ذلالة نيانها الفخر عزوة الشجعان رجال حرار فعولها ترهب اعداها مقادم بني شمار على العز والسلطان قبيلة لها تاريخ سجل سواياها ومبروك يا يوسف على القافي وعلى الحال باريك في عرسك هجوسيتي غناها عسى تبطي سنينك وتفرح بدال ازمان يا شبلاشي وخلي على الطيب ممشاها يوسف يا رمز الطيب يا معرب الجدان كسبت المراجل والجزيلات تنصاها ولا تشيخين اشبي ماشي سمتها للضيفان بدي الراعي المعروف والمجد وفاها ابو يوسف اللي وقف تدار في حل ميزان اخر للجماعة وكل صعبات حدها واخوانك رجال الوفا احزمك المليان هذا تركي وقفته شنو مس يا حياها ويعقوب في يمناك سيف على العدوان يا حيا الرجال اللي ولحد انت عداها وبختامها يسعدكم الوالي الرحمن وايامكم جعل سعد دوم يغشاها او من خارج المملكه ودول الخليج جوال 00